نهائي سنخصصه للحدث الكروي اليوم، مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الكاميروني، أولى رسميات رايفات في إقصائيات المؤهلة لكأس العالم 2018. إذن المباراة ستلعب على الساعة 8:30 مساء من دون إطالة مشاهدينا الكرام. وكما عودتكم قناة النهار في مواكبة الأحداث، سنتحول الآن إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، والزميل إسلام بقريع المتواجد هناك والصورة هناك. كما نشاهد إذن مشاهدينا الكرام، إسلام بقريع إن كنت تسمعني صباح الخير، ما هي آخر الأخبار هناك وأيضا الأمور المتعلقة بتوافد الأنصار إلى ملعب مصطفى تشاكر؟ تفضل. صباحك سعيد زميلي فاروق، صباح الخير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مباشرة من ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، هنا ستقام اللقاء الأول في تصفيات كأس العالم أمام المنتخب الكاميروني. توافد الأنصار منذ الصباح الباكر يتوافدون على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، أهازيج وأغاني الأنصار انطلقت منذ الصباح الباكر، يعني مدينة البليدة استيقظت على أهازيج أنصار المنتخب الوطني الذين يتفاءلون بتحقيق أول انتصار على المنتخب الكاميروني. يعني أنصار المنتخب الوطني اليوم يسمعون الحدث في هذا الحدث الكروي المنتظر هنا بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، يعني يحضرون بقوة، منتظر أن يمتلئ الملعب عن آخره قبل انطلاق اللقاء. الأبواب اليوم ستفتح في حدود الساعة 1. نعم فاروق أنا أسمعه. إسلام نعم فاروق، نريد أن نسمع رأي الأنصار المتواجدون وراءك، نستمع لآرائهم وأيضا لتكهناتهم حول هذه المباراة، تفضل. إسلام أريد أن أسمع. لم أستمع إليك. نعم إسلام، تقرب من الأنصار فقط لأخذ آرائهم حول هذه المباراة. نعم فاروق، لم أستمع إليك جيدا، ولكن سأحاول أن أخذ أولى انطباعات الأنصار الحاضرين هنا بملعب مصطفى تشاكر والظروف الذين عاشوها منذ الصباح الباكر. نبدأ بأول مناصر تشاكر، يعني قلنا بركي باش راكم انتم من الصباح، من أي ولاية أنت؟ السلام عليكم، أنا من ولاية مستغانم بلدية حجاج، رانا من 12 تاع البارح وراك تشوف الظروف كي دايره قاسيه، رانا نعانوا فيها. صعدوا الكل على اجل المنتخب الوطني، كل شيء على اجل الفريق الوطني هون، بس عليك يعاونونا، يعني احنا كاسكروت كاسكروت مين نبغوا ندخلوا يقيسوا لنا قرعه، ما يقيسوها لنا دروك. قلنا برك انت اليوم الحق الوقت يعني تاع المنتخب الوطني ومنتخب الكاميرون، يعني وشك متفائل يعني بتحقيق الفوز اليوم؟ فريق وطني ماشي احنا نخافوا من الكاميرون، الكاميرون تخاف منا، احنا رانا الاولى في الافريق وان شاء الله بربي نربحوهم 2-0. ان شاء الله ماتش صعيب، بصح صعيب عليهم ماشي علينا احنا. بارك الله فيك ان شاء الله. نشوفوا الاخر اخر، يعني واش قلنا الاجواء اللي راكم حاضرين منذ الصباح الباكر هنا؟ انا مستتع صباح كيما كان جاي من مدينه مستغانم، انا مستتع صباح كيما كان، حق الدوله اللي تعاوننا ماشي كيما على جال المنتخب الوطني، يعني بصح على جال المنتخب الوطني جيب لي خا سندويش يسكر فيك عند الباب يقيسهولك. انا ايش قول لي برك راكم متفائلين اليوم؟ انا متفائلين نربحوا ان شاء الله بربي ضرب بارتي 3-1. يعني قلنا برك انتم راكم الصباح لهنا، السلام عليكم. المنتخب الوطني تبذلوا كل شيء، قلنا برك كيفاش راكم حاسين؟ رانا بيتين برا خويا، رانا بيتين ميزيريا برا الغبره خويا، اللي يخليهم يفرحونا خويا، يديروا شعبنا بارك. متفائلين اليوم تحقيق الفوز؟ ان شاء الله نربحوا خويا، ان شاء الله نربحوا اليوم كاميرون ان شاء الله خويا. ما كنتش متخوفين اليوم يعني من الحكم او ما خافوش من هي تخاف من الكاميرون؟ عندنا ايكيب شابه خويا، هي اللي درنا الحسابات، عندنا ايكيب شابه خويا ما خافوش منها حنايا، وان شاء الله نربحوهم اليوم قبحه ولا ملاحه، نربحوهم غير خويا ان شاء الله. ماكوش متخوفين اليوم من المنتخب الكاميروني؟ ماتش صعيب، ماتش صعيب، ماتش صعيب، كاميرون ماتش صعيب، بصح عندنا ايكيميه في لافريك، ايكيميه في لافريك، عندنا محرز، عندنا سليماني، عندنا متفائلين ان شاء الله نربحوهم بالسكور ان شاء الله. ماكوش متخوفين من التحكيم؟ يعني التحكيم التحكيم على بالنا باللي حياته، على بالنا بكل شيء، على بالنا احنا نعرفوا كاع، لافريك نعرفوها،
التحكيم تاع لافريك راه باين، بصح ان شاء الله بربي نربحوه ان شاء الله نربحوه ان شاء الله. يعني جاي من صغالي، ما راني امبارح انا وصلت 8 تاع الليل بالكبر على جالي وانا من 6 تاع الصباح انا لقهواني فطورني والو انا على جال المنتخب الوطني. ان شاء الله السلام عليكم. ان شاء الله يا ربي دونا سكور شباب 2-0 بزاف علينا، ان شاء الله يفرحونا محرز سليمان، ان شاء الله يمركونا اليوم تحقيق ان شاء الله يا ربي يمركونا اليوم ان شاء الله اداء ونتيجه ان شاء الله اداء ونتيجه ان شاء الله ان شاء الله. فاروق نزيدو ناخذ مناصرين اخرين يعني ارائهم كيفاش تقول يا برك على المباراه تاع اليوم راكم متفائلين بتحقيق الفوز؟ نربحوا ان شاء الله بربي 2-0 وماذا بينا يربحوا لي ماتش غير لهنايا ويجيبوا لنا الاكس من برا نفوتوا حنايا البريمي ان شاء الله. برك مش خايفين من التحكيم؟ تحكيم شويه تحكيم شويه وسيلعبوا من اللاعبين يعني تاع نطلبوا اللاعبين يكونوا يلعبوا بحراره احنا ما خابوا من حتى منتخب اللاعبين يديروا اللي عليهم والباقي على ربي سبحانه وان شاء الله تروى باريح هنا. من اي ولايه؟ من ولايه خنشلا بلديه ولاد رشاش. الله يبارك يعني من كل ولايات حاضرين اليوم نخسر وبوا ريح انت ثلاثة تنقذين ريح انت ذا يعني غالي بتاعكم المطلب بتاعنا يديروا اللي عليهم والباقي اللي داروا ربي ملاح ان شاء الله. نشوفوا مناصر اخر اسلام اذا سؤال فقط لانصار المنتخب الوطني كنت تسمعني اسلام؟ نعم فاروق سؤال فقط لانصار المنتخب الوطني، الدفاع شكل هاجس لميلوفان رايفاتس في الفتره الاخيره، سؤال الانصار حول من يختارونه ليكون في وسط الدفاع رفقه كارل مجاني؟ نعم من فضلك فاروق لم استمع الى السؤال اعيده من فضلك. اسلام اريد ان اسمع صوت الانصار حول محور دفاع الخضر الذي شكل هاجسا للمدرب الوطني رايفات. اعتذر فاروق. نعم يبدو ان اسلام لم يسمعني جيدا. ازعاج الانصار يعني مرتفعه يعني كما كنت تستمع متفائلون بتحقيق الفوز اليوم رغم ان المنتخب هو اسمه الكاميرون لكن متفائلين بتحقيق الانتصار الاول وبدايه موفقه ان شاء الله للمنتخب الوطني. مسانده كبيره سيلقاها اليوم من اللاعب رقم 12 على مدرجات ملعب مصطفى تشاكر، متوقع ان يحضر اكثر من 35 الف متفرج سيساندوا سيقفون كرجل الواحد من أجل المنتخب الوطني. إسلام بقريعة شكرا جزيلا لك، سنعاود الاتصال بك في الساعة الإخبارية القادمة والصورة أبلغ من أي وصف كما نشاهد.